يعني كلامك عن الصفقات دلوقتي والشكل الجديد اللي حتى الثلاث فرق الصاعده يعني عايزين يعني يستمروا في البقاء، مش بس الظهور المشرف زي ما انت قلت، اعتقد ان الصفقات ديت هتفرق. بالعكس، مش وممكن المشرف هم عايزين، اصل هو دايما يتاخد ان هيطلع الاستمرار لاكثر فتره ممكنه طبعا، فهو طبعا عايز كمان يدخل نفسه لا يبقى في المنطقه الدافيه زي تقريبا التدعيمات دي. اكيد اكيد ان شاء الله يعني يكون موفق من خلالها انه يعني يستمر، انه يستمر. نتمنى طبعا نتمنى كده، وخاصه يعني كل الانديه اللي طالعه، لكن غزل المحله كمان بصفه خاصه النادي الشعبي طبعا، نتمنى ان شاء الله يعني يكون يقدم موسم قوي من خلال الكابتن خالد عيد. طيب احنا طبعا على الفور بعد خروجه من معسكر الفراعنه كان اتعرض فيه للاصابه في العضله الخلفيه، بدا الجهاز الفني للنادي الاهلي انه يجهز حسين الشحات. حسين الشحات طبعا لاعبنا الكبير بيستعد النهارده لمباراه نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر. زي ما قلنا لحضراتكم الجهاز الطبي بدا بالفعل انه يجهز حسين بشكل مثالي، هيكون تحت تصرف الجهاز الفني في المباراه النهائيه المهمه، وان شاء الله طبعا يعني حسين يكمل بقى فترته على خير، فتره التاهيل، وواحد طبعا من اللعيبه الكبار وظهروا بشكل اكثر من رائع، والحقيقه خلال مسيرته يعني مع الفريق في الدوري كمان، انت عندك كان مباراه الاهلي والوداد احرز جون عالمي الناس كلها بتتكلم فيه لحد دلوقتي، جون تاريخي في المباراه طبعا اللي كانت هنا على استاد القاهره. فحسين مشاركته مشاركه